باختصار اللي حصل. اللي حصل ان انا زي ما حكيت لكم ان انا من شهر كنت تعبانه جدا وما كنتش بعرف افتح بقي ولا اعرف اكل ولا افتح بقي ادخل شوكه ولا ادخل معلقه ولا ادخل حته عيش ولا اي حاجه خالص. وبعدين كنت بالصدف موجوده في دبي ورحت لدكتوره، دكتوره شاطره جدا ونزلت لكم الفيديو اللي معاها، والدكتوره قالت لي ده ستريس وعندك شلل عضلي وعندك العضلات بتاعتك في فكك مشدوده وعايزه علاج طبيعي وعايزه ادويه. اخذت الادويه وعملت علاج طبيعي والحقيقه لقيت ان مفيش تحسن. فانا جيت رحت لها النهاردة وقلت لها أنا ما فيش تحسن، فعملت لي منظار تاني. وبعدين الست كانت مستغربة تقول لي استرس، تقول لها أنا ما عنديش استرس، بالعكس أنا حتى المرة اللي فاتت من ساعة المرة اللي فاتت وأنا عاملة لنفسي روشتة مخصوصة إن أنا يعني كل حاجة تضايقني بعيدة عنها وكل حاجة حلوة بقرب منها واكستريم سطحيات. يعني انا عمري ما كنت بعمل فيديوهات على سناب شات كده ولا انستجرام انا وبنتي ونضحك ونهزر، ومش عاملة حاجة في حياتي غير ان انا اضحك وبس، لان انتوا عارفين ان انا بحب التحدي وبحب ابقى فايتر. لما رحت لها بقى النهاردة الست هتتجنن، قعدت تراجع معايا نرجع 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 لورا لحد ما افتكرنا، انا افتكرت وقعدت تسألني اسئلة. انا عملت بوتوكس وفيلر من شهر من ساعة ما تعبت بالظبط. بوتوكس وفيلر في حقنة اخدتها هنا دخلت على الاحبال الصوتية هي اللي بوظت لي الدنيا دي كلها. هحط خط هشده، لا عايزة اتكلم مين اللي عمل لي كده ولا عايزة اتكلم على المكان اللي عمل فيه كده، بس هو مكان محترم، مكان كويس جدا وانا ما استرخصتش بالعكس. ومش عايزة اتكلم لانه ممكن اكون حالة حصلت معها كده غلطة، بس عايزة اقول انه الناس بعد كده تاخد بالها وتقول لا فينا، وكونوا حريصين جدا وانتوا بتقربوا من المناطق دي لانها خطر جدا. يعني انا الدكتورة قالت لي لا عايزة صوتك يبقى عالي ولا انك تعملي مجهود بصوتك، لان انا عندي عارفين يعني ايه شلل عضلي يا جماعه من جوه. هي قالت لي انت بتحبي الحياه جدا لانك متغلبه عليها بانك قاعده انك تتكلمي وانك تعملي كل حياتك عاديه وتعيشي حياه عاديه. حب الحياه هو اللي بيخلي البني ادم يتغلب على مشاكله الصحيه والمرضيه. شكرا. وانا حبيت ان انا احذر، خلي بالكو انتوا رايحين فين وبتعملوا ايه والمين، واللي بتروحوا لهم انا بطلب منهم انهم يتقوا الله فينا. وشكرا وتصبحوا على خير. خديجة تعلق في ليلي حبيبتي. خطأ طبي يتسبب في إصابة الفنانة بسمة وهبة بشلل شاهد التشوه الكبير الذي تركه في وجهها. أعلنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة إصابتها بشلل عضلي في منطقة الفك، وذلك في فيديو جديد لها عبر حسابها الخاص على إنستغرام برسالة قالت فيها: عمري ما تخيلت إني أتعرض للإصابة بسبب جهل طبي. وكشفت الإعلامية بسمة وهبة عن إصابتها بشلل عضلي في الوجه بعد تعرضها لخطأ طبي داخل أحد مراكز التجميل الشهيرة، وذلك نتيجة حقنة بوتوكس وفيلر في الفك ما أثر على الأحبال الصوتية، رافضة ذكر اسم المكان الذي تعرضت فيه لهذه الواقعة، حيث اعتبرت أن الأمر قد يكون حادث عارض، لكنها في نفس الوقت شددت على ضرورة الحرص في التعامل مع هذه المناطق الحساسة لأن الأمر قد يسبب كوارث. وروت الإعلامية بسمة وهبة تفاصيل إصابتها بالشلل العضلي في مقطع فيديو على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام قائلة: أنا من شهر كنت تعبانة جدا وما كنتش بعرف أفتح بقي ولا بعرف أكل ولا أدخل شوكة ولا معلقة ولا حتى عيش
عياشة، وبعدين كنت بالصدفة موجودة في دبي ورحت لدكتورة شاطرة جدا وقالت لي ده ضغط عصبي وعندك شلل عضلي والعضلات في الفك مشدودة وتحتاج لعلاج طبيعي وأدوية. وأضافت الإعلامية بسمة وهبة أخذت الأدوية وعملت العلاج الطبيعي وملقتش أي تحسن، فرحت ليها تانية وقلت لها مفيش تحسن، فعملت لي منظار مرة أخرى. وبعدين الست كانت مستغربة وأنا قلت لها أنا ما عنديش ضغوط وأنا عاملة روشتة لنفسي مخصوصة، وكل حاجة بتضايقني ببعد عنها وكل حاجة حلوة بجرب منها. والدليل عمري ما كنت بعمل فيديوهات على انستجرام أو سناب شات بضحك وأهزر فيها وتابعت، أنا مش عاملة حاجة في حياتي غير إني أنا أضحك وبس، وإنتم عارفين أنا بحب التحدي. ولما رحت للدكتورة الست كانت هتتجنن من سبب تعبي وقعدت تراجع معايا الورق لحد ما افتكرت من أسئلتها إني عملت بوتوكس وفيلر من شهر وفي حقنة أخدتها في الفك ودخلت على الأحبال الصوتية وهي اللي بوظت الدنيا كلها، واستكملت هحط خط لا عايزة اتكلم مين اللي عمل ليا كده ولا المكان، هو مكان محترم وكويس جدا وممكن اكون حالة حصلت غلط، عايزة اقول بس للناس تاخد بالها ويتقوا الله فينا ويكونوا حريصين وهم بيجربوا من المناطق دي. والدكتورة قالت ليا مش عايزة صوتك يبقى عالي خالص، مختتمة حب الحياة هو اللي بيخلي الانسان يتخلى عن مشاكله المرضية والصحية، وحبيت احذر ولازم نحرص والناس تتكل الله فينا. كما وجهت بسمة وهبة نصيحة الى السيدات بان يتحروا الدقة عند اختيار العيادات التي يذهبن اليها خصوصا في عمليات التجميل.